شو خير؟ في اجتماع شي؟ عزيزي مراد، اليوم بالنسبة لنا عيد رسمي وعيد وطني. بدنا نعيد على موتة واحد مثل هاد؟ لا، ما وصلنا لهالدرجة. أنا مالي فرحان، انطبشت الشربة براسي. شو صار؟ هاي مات المجرم وعم تعمل خير؟ زازا ما بيدخل بأعمال الخير، فشو هالخير؟ رح يعمر جامع وصالح للمناسبات. هذا حكي بفرح القلب، ويا ريتك تستمر بهالشي. جامع، مشفى، مدرسة. ايه، وملجأ للمعنفات ومأوى للمقطوعين. شو لسه في ببالكن؟ انتو بدكم من زازا انه يعمل اللي ما عملته الدولة. ليش لا يعملها؟ شو ملاقي كنز ولا ملاقي كنز؟ لا تقول ما قال لي يا ابراهيم، زازا قريبا رح يموت. اوه، انتبه على لسانك سيد فكرات، بيموت اللي ما بيحبه للخال. ليش؟ لا قدر الله، ليش لا يموت ذو الفقار آغا؟ لساته الزلمة شباب. من اليوم ورايح أعدائنا يلي رح يموتوا، مو هيك سيد فكرات؟ لا تقول ما قال لي يا إبراهيم، أكبر أعدائنا هو صهرك. بيري، أنت شو لك شغل بين هدول؟ مراد، ممكن نحكي شوي لحالنا؟ تعالي لشوف. شو عاملين جماعتك؟ ما قدرت امنع نشر الخبر المقرف تبعكم. وليش مقرف بقى؟ انتو نشرتوا صورتي مع صديقتي. بس رح يقلعوا ليلى من الوظيفة تبعها. إذا بيقدروا يعملوها ويفرجونا. الحقيقة داود ما له علاقة، حسب ما فهمت من القصة إنه أنجي متأسرة فيك كتير، وهي غيرانة من ليلى. بما أنها متأسرة لهالدرجة، لو نشر الخبر عنا وقايلي أنا بعشق مراد. إذا بدك بدبرها. لا لا، ما في داعي. أنجي بتعرف إني إجيت لهون، شو قلة؟ سلميلي عليها وقليل على لساني، المرة الجاية تجي تصورنا أنا وليلى بضو النهار أحسن، مشان نطلع أحلى بالصور. شو فهمتي علي ولا لا؟ سيد فكرة، أنت لازم تدفع كمان زكاتك، هاي الشغلة ما بتخلص بمليون. لا تقلي ما قلتلك. قلتلك عزيزي مماتي، عم درس 100 بنت صبية وعم لبسهم كلهم أحلى لبس. أنا أكبر فاعل خير بيناتكن، لا تعطي علي. سيد فكرة، لو تتخرج وحدة من هدول ما شفنا شهادة وحدة من هالبنات. إبراهيم، أنت إمتى تعلمت القراءة والكتابة حتى تفهم بالشهادات؟ مماتي عم يحكي مزبوط سيد فكرة، يعني ما في مهرب. سيدي، أنا زلمة إلي اختصاصي، إذا بده ينبنى بيت طالبات بدفع، ورح بعمل كل يلي بيطلع بإيدي، بس بشرط إنه أنا أختار الطالبات. سيد فكرات، أنا وضعي المادي حاليا صاير صعب شوي. أنت تدفع $1,000,000 لذو الفقار وأنا بعطيك إياهم بعدين. أنا بدي إياهم منك أنت يا زازا. أنت بتعرف كم واحد رح يقتل حتى أعطيك هذا المبلغ؟ شو قصتك أنت ها؟ إذا بتريد هيك يصير ماشي، بتصير بيوت العبادة عم تنبنى على الدم. الله الله. يلا شباب وصبايا، شغلكم خلصوا اليوم هون، تقدروا تنصرفوا على البيت. شو مين انت؟ اطلعوا بسرعة بسرعة بسرعة. سيد سلام، ما حدا غريب، هذا أنا. لا تخاف، بدي تسلم لي على والدك وتقول له كاظم كاشف أغلو قتل رفيقكم سلام، وإذا ما دخلتوا كلكم تحت أمري رح تكون نهايتكم هيك. بهاد مفهوم يا حلو؟ دخيلك يا أخي، اللي بشو أنا غلطت معك؟ ليش أنت ممكن تغلط معي يا سلام؟
تعال. أخي أنت بتعرف أنا دائما كنت مخلص لإرسوي ألوبي، وأكيد أنا مخلص لحضرتك من بعده. رح أعمل معك منيح إذا هيك، رح خليك مخلص إلي ولآخر يوم بعمرك. وأنا تحت أمرك. ألو، نعم كنان. دقيقة أغا، هات كنان. إيه حبيبي. شو؟ أنت بتروح على البيت؟ صاير شي أغا؟ قتلوا لسلام. عزة أغا وين أنت؟ نحن لازم نجتمع فورا. كاشف أوغلو قتلوا لسلام. نعم كنان بيك. وينك انت؟ رايحة اتسوق. انت شو بتعمل؟ رايح على البيت. الحقيني فورا لهني. وليش رايح على البيت بهذا الوقت؟ عملي شغلة مرة بدون ما تسألي، بس قلك تاي على البيت بتشي. احكي مع مرتك هيك لشوف. لك انت شو بتعمل يا اجدب؟ شو بدكم مني؟ اتركوني. يا ترى عرفتوا شو كان بده كاشف أغلو من سلام؟ يا شار آغا، هذا اللي كنا عم نحكي فيه. كاشف أغلو طق عقله، سمع أنكم اتفقتوا مع مراد على مدار، قال مين ما طلع قدامي رح أقتله. وانتو بتعرفوا كاشف أغلو كان قريب كتير من إرسوي. قوة كاشف أغلو ما بتخوفنا، بينفخ حاله مثل كل مرة. عم يعرض السيد أويصال أنه نشتغل معه بدل ما تشتغلوا مع المدار. نحن رجال أعمال، نشتغل مع الكل. السيد أويصال حل مشاكله مع مراد المدار حتى يجي ويترأسنا. يا شار آغا، أنت بتشتغل بالمخدرات، عزة آغا بيشتغل بالتهريب، وسيد مراد عنده شغل كتير غير شرعي كمان، وأنا ما عم بحسب هاشم آغا. إذا ما كانت الدولة وراكن وعم تدعمكن ما بتقدروا تعملوا شيء أبدا. الدولة ما بتحسن تعمل شيء بدوننا. ليش مين بتكلف الدولة بشغلها الوسخ غيرنا؟ نحن عطينا الوكالة ليشار آغا سيد أويصال. إذا بدك تتفق معنا اتفق مع يشار آغا. أنا بتفاهم مع يشار آغا، ما هيك يا شار آغا؟ سيد أويصال، إذا فكرت تحطني بالسجن بعد دقيقتين رح يتصلوا فيك ورح تضطر تطالعني دغري. بتقطع طريق البودرة تبعي بتصيبك البودرة إلك وما بتتنفس براحتك. هلأ أحسن شيء إلك إذا في عندك أي مشكلة تحكيها مع مراد على مدار. إذا بدك تقبض طلب منه
بيعطيك، أما إذا بدك إياها منا فنحن ما بندفع لك شيء، نحن بس بنعطيك راتب وهذا مقابل خدماتك. لكان أنا رح أقدم لك خدمة، اتصل وودع بنتك. من هلأ ورايح لما بتحكوا معي قليلين الشرف، الكل بيتكتف قدامي وبيقعد مثل الأوادم. يشار آغا، تليفون. بابا بترجاك ساعدني. إيفران بعد اتركوني. اتركوه ولا بنتي، بعطيكم اللي بدكم اياه. بابا إيفران، إيفران، إيفران. زدوه على باب مكتب يشار. ايه شو بدنا نعمل من هلا ورايح؟ بدنا نهجم على كاظم كاشف اوغلو. شو قالوا الختيارية تبعك معلم؟ حكولي عن خلايا إيرسوي وقالوا لي انه كاشف اوغلو زلمي خطير كتير. يعني حكي فاضي. لا مو فاضي، تركيا عم ينعاد تصميمها بالسياسة وبالجيش وبالقضاء وبعالم الاعمال. عطول عم تتصمم، امتى ما تصممت؟ هالمرة غير شكل، عم تتسكر دفاتر القديمين كلهم. مين بده يصممها؟ نحن ولا هنن؟ بدنا نخوض المعركة، ويلي بينتصر هو يلي بيكون على حق وبيتنفذ يلي بيقوله. إذا نحن كسبنا منصممها، وإذا كسبوا هنن بيصمموها. مين عم يتصل؟ بيتصلوا شخصين بعبد الحي، واحد منهم ألبير. إذا اتصل ألبير أكيد بيرد على تليفونه. وبما أنه ما رد، هذا الرقم ما بعرفه. إيه مو صحيح، اللي اتصلت ناية أنا شفتها من عندي. يا عيني، وعم تخبي عني؟ ما بحب أحكي عن حياتي الخاصة لحدا. من وين طلعت لي بهالحكي؟ ليش بقي بيناتنا خاص؟ ايه معلم، نسينا شغلتك انت والمدعي. لو كنت بتصدق كلام الجرايد. لا تفهمني غلط، عم قولها من الناحية الامنية. نحن اصدقاء مو اكتر مماتي، يلي بدك تسأله سألوا لعبد الحي. قال اصدقاء، قال مين بده يصدق هالحكي؟ يعني الشغلة فيها حب، ما هيك معلم؟ دق الباب بالاول، انت داخل لعند معلمينك، يعني بلكي كنا عم نحكي شي خاص. شو هذا الخاص يا عمران؟ خلصنا بقى. شو في عبد؟ معلم أويصال قتل بنت يشار. ويشار وينه هلأ؟ تعرف؟
لأني قلت لهم أني رح وقف معك قتلوا لي بنتي. بعرف ما بقدر رجع لك بنتك، بس بوعدك أني رح أرمي اللي قتل عند رجليك. بس أوفي بوعدك، وإذا ما بتوفي بوعدك بتكون يا مراد على مدار شريكم بقتل بنتي. خلص بوعدك. الله يرضى عليكي. الصبايا ما بيعرفوا شلون يقطعوا الفاصولية على أصولها، ومراد ما بياكلها غير مثل ما أنا بساويها. ابني كمان كان هيك، تغيرت طباعه كلها بعد ما طلع على الجبل. شلون صارت صحته لابنك؟ شلون بدها تكون؟ مع أنه لازم نحمده لأنه بعده عايش. يسلموا ايديكي. مشروب الهنا. يسلموا ايديكي. صحتين وعافية. حلوة كتير هالبنت، خديها كني. حلوة كتير. انا خلص لقيت كني لإلي احلى منها. اخ لو حميد بيشوفها وشوفه عريس، وبعدها بسلم روحي لربي وانا قلبي مرتاح. مراد اهلا وسهلا يا عمري. كيفك امي؟ كيف صحتك؟ منيحه انا. انت شلونك؟ اكيد جوعان. بنتي بورتشين. نعم. حضري شغله لمراد خليه ياكل. لا بي ما رح اكل. كيف صحتك خالي؟ منقول الحمد لله. الله لا يخلينا نترحم على هالايام. بورتشين بنتي تعي خديني على المطبخ. حاضر. بدي اعمل برك لابني. امي المسا بتعمليهم. خالتي خبري حميد يجي لعنا، انا بدي اياه. خير شوفي ان شاء الله رح يكون خير. قلي حميد عمل شي تاني؟ بدي يجي حتى ما يعمل. إيرسوي مات ورجاله ما رح يتركوه بحاله لحميد. هذا الحي دعسته على راسه؟ دعسناه. أنا ما فرحت مشاني وبس، فرحت لأنه ما عاد يقدر يحرق قلوب تانية. فاضية سيادة القاضي؟ ايه تفضلي، عم شوف الخبر تبعكم. نزلوا واحد تاني؟ في واحد تاني؟ والله انا عم بتطلع على القديم. دخيلك عشو عم تتطلعي؟ عم بتطلع اذا لابقين لبعضكم. ولابقين لبعضنا؟ كتير. كنت ماطيقه لهذا فريد، لئيم ونكد وما له لون. لون مراد شو طلع معك؟ يا اسود يا اسود. ايه البيضة بتناسب كتير جنب الاسود. دخيلك تركينا من الالوان، نحن أصدقاء مو أكتر. بنتي في ناس بيترافقوا وناس ما بيترافقوا. صيري رفيقتي، رفيقة فريد، رفيقة حكمات أو مدير الإدعاء، حتى فيك ترافقي رئيس مجلس القضاء. بس مراد أوعك ترافقي. لما بتطلع على المراية بخجل. اللي حب رهف واللي هي حبته أصلا هي أكيد محاسب شيء، بس بفرض حسيت ما بقدر خون صديقتي. طيب خلي وحدة تانية تخون رهف. حضرة المدعي تفضل. سمعت انه الست ليلى هون، قلت بمر بسلم. شو اخبارك فريد؟
جماعتك قتلوه لإرسوي، ما سمعتي؟ شلون قتلوه؟ قالوا لي انتحر. على كل إن أنا رح أفتح تحقيق ومنشوف، يا بيكون انتحر يا بيكون لا. طبعا رح تفتح تحقيق، لكن شو؟ هذا شغلك. لك فريد، لا أنا بخاف من هيك شغلات ولا جماعتي. شبك بيلسان، ليش هيك صايرة بخيلة؟ من وقت ما قعدت ما ضيفتيني شي لنشربه. لأنه أقساط بيت المصيف فلستني على الأخير. انتو ابقوا هون. ماشي معلم. تعال نحكي يا حميد. هل قتلت إرصوي؟ مزبوط. ليش بعدت لي؟ لأنه كاشف أغلو جاي لعندك. ومنين بتعرف؟ هنن ما بينسوا شي من يلي استخدموه ورموه على جنب. هنن بيعرفوك لألك وبيعرفونا لألنا وبيعرفوا أمك كمان. وأنا كمان بعرفهم وما بيقدروا يعملوا شي بلاي. حبل كل المعترفين والجماعة بإيدي. لا حبلهم ولا شي منهم بإيدك. رح يقدروا يوصلولهم عن طريقك وبعدين رح يخلصوا عليك. هلأ شو بدك مني؟ بدي أمك من هلأ ورايح تنام مرتاحة البال. أمي خسرت راحتها من يوم ما ولدت وما رح بتلاقيها حتى أنا موت. إذا أنت بترضى تساعدني ببعتك من هون أنت وياها وما بخلي حدا منكم يتأذى. طيب ماشي، قلي شو بدك. أو يصالوا كاشف أغلو رح يلتقوا فيك مرة تانية. قلي عن محل اللقاء تبعكم وأنا بصفيهم. اجا شارون سيدي. واحد وقح. هو جاي لوحده؟ يلي معه كتار. لا تدخلوا ولا جوا. ولما بتشوفني خلصت من شارون بدي تشل حركته. تحت أمرك سيدي. لعنده لوحدك. انت استنى هون وانا رح فتشك. لا تتوقح. اصبح ما في فوتة. روح ناديلي معلمك. ناديلي معلمك. تفضل. أنا ما قلت لك تروح على إسرائيل أحسن لك؟ من هلأ ورايح بدك تتعاون معي. ليش؟ بدك تهددني باللي سرقته من اللابتوب؟ طبعاً عم هددك بهذا الشيء. ما عم قدر أعرفك.
جاي عم تهددني؟ لك أنا بخليهم يقتلوك بإشارة واحدة مني. وأنا ما عم بقدر أعرفك. لو كنت بتقدر تقتلني كنت قتلتني. بعدين كل شي صار معي عليك صار بإيد الموساد. إذا بتمس شعرة مني كل وثائقك السرية رح تتسرب على الإنترنت. بين هدول الوثائق اللي عندكن في شي كتير خطير وبيحرج إسرائيل قدام العالم كله. الشباب بيفرزوهم كلهم، لا تشغل بالك. في شرط واحد بيخليني ما بهدلك وأنهيك. بدك تترك اسطنبول فورا. ما بقى بتخطي خطوة واحدة لهون نهائيا. هذا هو الطريق الوحيد اللي عندي والطريقة لأنسى اللي عملته معي. طيب ماشي، طالما انك عم تهددني انا كمان رح هددك. مراد رح يقتل أويصال تبعك، وانت رح تمضي بقية عمرك بجوانتانامو بين المسلمين يلي رح يحبوك كتير. لا تشغل بالك، ما رح تعيش كتير هنيك، لاني رح قلن بعد كم يوم مين بتكون حضرتك، ورح يقتلوك طبعا اول ما يعرفوا. تعال ورجي الطريق لضيفنا. في طيارة للسي اي اي عم تستنى، شيلوا من وشي. تأمر سيدي. طلبوني شوفون هون. شكرا حميد. خبوا كل السيارات وما يبقى هون غير رجال حميد. معلم، هذا الخايم بيبيعنا. الزلمة مانو اهبل كل هالقد، اذا باعنا نحن هون ليخلص رصاصنا. طيب مثل ما بدك معلم. Thank you.
انتو رجال حميد؟ مزبوط. حميد هون؟ ايه هون. مين في غيره؟ ما في حدا. ما اجا كاشف اغلو لعندك؟ لا ما اجا. بيكون بالطريق جاي. تعال نشوف شغلنا. دار هذا انت؟ انا شو عملت لك لحتى تقوصني؟ واحد سافر، اذا مات ارصوي بتاخذ محله؟ شو يعني تقتل صبيه؟ كاشف اغلو هو قتلها. طلبوا خليه يجي. تليفونه مسكر. ماشي يا وصال، إلا ما لاقي طريقة ولاقي فيها. وعدني يا مراد إنك ما رح تقتلني، وراح أعطيك معلومة بتسوى حياتك. لا يا، وشو هو الشيء اللي بتعرفه وأنا ما بعرفه؟ أنا اللي سرقت لابتوب فيلر. بدي توعدني. شو القصة ميماتي؟ كل الناس عم تطلب منا وعود. نحن منوفي بوعودنا معلم، لهيك وعده. خلص وعد ما رح قلت لك. بنتك عايشة وهي مع فيلر. شو؟ عم يكذب حتى ما يموت؟ لك انت ما عندك شرف؟ بحلف لك يمين إن عايشة، شفتها بعيوني، أخذ نسخة من اللابتوب تبعه. إذا بدك فيني فرجيك إياها. شلون يعني بنتي عايشة؟ أخذها بالسر وقت قصة اسكندر، وغير التقارير الجنائية، وبعدين بعتها برات البلد، حاططها هنيك بالدير. بس ما بعرف بأي دير حاططها، ما بعرف بأي دير. في إلها صور وفيديوهات ومصورة كل يوم بيومه، وناسخة على اللابتوب. Thank you.
سيدي الضيوف تبعنا وصلوا. مراد عالمدار ما خيبني بحياتي أبدا، وجايب معه أويصال مو هيك؟ نعم سيدي. دخلهم هلأ الاثنين سوا. تأمر سيدي. تفضل حضرتك، الشباب بيجيبوا السيد اللي معك. بدنا نفتشك إذا بتريد. تفضل. أويصال الجرار خبرك انه بنتك عايشة؟ خبرني. الأتراك يا اما ما بيمسكوا لسانهم او قلبهم. مع الأسف زلمتي السابق ما بيعرف يمسك شي من هالشغلتين. بدي اياك تعطيني بنتي، واللي بدك اياه بعمله. ما في شي بالدنيا بخليك ترجع لي مو هاد اللي قلته؟ ايه بس هلا اختلف، صار في بنتي. بتريد تشتغل تحت امرتي؟ ماشي. وانا ما بطلع عن امر مراد عالم دار سيدي. أعطيني فرصة تانية. شو رأيك تشتغل مع أويصال معلشي؟ أنت وعدتني، وعدتني إنك تسامحني بروحي يا مراد. سامحتك بروحك يا أويصال، وراح أنقذك من بين إيدين فيلر. مراد أنا رح أعطيك بنتك، أنت بتشبه أبوك، كان القلخان لي صديقي وأكيد رح نكون أصدقاء. بدي منك تفرجيني إياها. بس ما يكون عندك شك إن بنتك. ألين شو حلوة، ما بدك تضحكي.